Sen anlat Karadeniz. مرحبا مرتي. آخر مرة بتقول كلمة مرتي لمرتي أنا. طاهر فوتي لجوا. بس قلت لك فوتي لجوا، ممنوع تلمحك عيونه لهالواطي. بركي هي مشتاقة تشوفني يا طاهر، مهما كان أنا زوجة لثمان سنين. تعالي معي لجوا. لحظة، خلصنا. هدي. ما توسخ ايديك. لهلا مطول بالي ولهيك ما تستفزني فيداد. انت اللي مصر وحابب انه تموت ولهيك تركت نسوان الدنيا وتجوزت مرتي ولك. اكيد بتكون ما سمحت لك تلمسها، لانه بعرفها مستحيل تتقبل حدا من بعدي انا. طاهر طاهر اتركوا، خلاص اتركوا عن قلب، ما في لزوجك الهشي، اتركوا طاهر، اتركوا عن قلب، يكفي بعده هيك. في بنوتي جيلان اسمه، اما ما شافت بنوب ولا حتى رح تشوفه ابدا. في بنوتي جيلان اسمه. يا كاليلي جيبولي ابني. حبيبي الله يحمي. اتصل فيك، اتفقنا؟ خبي منيح الموبايل، اتفقنا؟ اتفقنا. الله معك حبيبي. فيداد اصحك تفتح تمك، ما بدي اسمع منك ولا كلمة، نلع من هون. طاهر
شوف هذا الحكي لا تنسى ابدا. مرتك هي كون امه لابني يا واطي، وملكي انا، عم تفهم؟ ولك انت على ورا بكفي. خلاص روق، اهدى روق، خلصنا طاهر. لا ترد عليه. لما تجيب وحدة إلها ماضي هذا اللي بده يصير. بدي نام على حضنك نفس، طفي لي النار اللي بقلبي. Bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sardı dert yanımızı. Anda kalsın sevdalık, oy alacak canımızı. Ah duman, kara duman, sardı dert yanımızı. Ha bu an der sevdalık, oy alacak canımızı. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Nerelere gideyim, ha bu garip baş ile. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Gurbetimi gideyim, bu sevdalı baş ile. Ay gibi Karadeniz, serdi dert yanımızı. Ande kalsın sevdalı, oy alacak canımızı. Ay gedi Karadeniz, sardı dört yanımızı. Ha bu an der sevdalık, oy alacak canımızı. Ha bu an der sevdalık, oy alacak canımızı. فوتيت. أهلين عمتي، تعال. Thank you.
اللي شو اللي صار معكم؟ طاهر ضربه مثل العادة. طيب وين كنتوا قبل هيك؟ عند بيت جميل. قرر يقتل مرجانة، بس شلون ما بعرف. بدي اخلق قاتل للكلب، وراح اعطي سبب قوي ليرتكب جريمة بطاهر، وما راح خلي مخلوق يشك بانه مو هو اللي ارتكب جريمة القتل هي، وما حدا منهم راح يتفاجأ بانه هو يلي قتله. ومين هالقاتل؟ جميل داك ديفران. فهمت. إيشن خانم، حرام البنت صغيرة، فيكي تعملي شيء لتوقفي هالقصة؟ نفس تزوجت طاهر، مش الحال فيدات، مستحيل شيء يوقفه. شو ما صار ما حدا بيقدر يأثر عليه. أنا فكرت إنه رح يقوز طاهر قدام الكل، بشكر الله إنه ما عملها. بس لك بس شو؟ وقت وقع على عقد الزواج طاهر وافق على موته بإيد فيدات، وإنت بهالعصفة لازم تركز على حياتك إنت وبنتك وبس، هاد أهم شي. يعني حتموت مرجانة؟ مرجانة فيك تقول ماتت، هاد نصيبها. قومي افتحي لنشوف إذا سكر البواب يلي فتحتيه علينا. تفضل أبي. شو عملت جميل؟ شو عملت؟ دفعت مصاري لنجية وقالت إن ما رح تجيب سيرة الجهاز اللي حرقته بنتك. شوفوا جميل داك ديفران والوضع اللي هو فيه. بكرة لازم تنزلي معي على السوق. ما بدي أمي. مثل ما عم قول. خلص أمي شبكي، ليلة تاخديها على السوق يعني. قلتلك من قبل هي المفروض تروح معي على الدكتور وتتعالج. بالله على الدكتور يا فهمانة، لنصير علكة بتم الناس، وقتها شلون بدنا نسكتهم لك نظر. انتي ما سويتي هالشي لأنه طاهر الواطي تجوز، وبكرة حتروحي على السوق وتثبتي للعالم إنه مو فارقة معك. يلا آسية يلا. ما في بندورة وما في ليمون، كمان خيار ما في، حتى الزبدة قربت تخلص، ولازمنا جبنة. أنا برأيي نجيب شي 5 كيلو، ومصطفى قال لي نجيب لبنة. ولك خلصنا بقى، امشي يلا قبل ما تخلصي، عاد بتكون خلصت البضاعة. صباح الخير حبيبتي. صباح النور آسية. لوين؟ تجي معنا؟ نازلين على السوق. ما بعرف، قال لي طاهر هالفترة ما تروحي لمكان، بخاف فيدات. لك فيدات من وين بده يعرف انك طلعتي هلأ؟ بعدين الشباب بيوصلونا وبيضلوا معنا. طيب ماشي، ومنه بغير جو طبعا إذا طاهر وافق. معلوم اسألي، ما منروح من دون موافقة رجالنا. أحيانا نبلى منروح، منضطر ما نقلهم. على محلات الذهب هيك بقصد. ليش؟ لأنه في ناس ما بيحبونا نشترك الأسبوع ذهب. لك آسية بكفي. رح أجيب جزداني وإجي. ولك أنتي ما بتخجلي، كيف بدك تروحي معنا على السوق؟ سنية خانم، وطيتي رأسنا بما فيه الكفاية، لسه بدك تدحشي فضيحتنا بعيون العالم؟ أصحك تفكري تجي معنا، وإلا قدام عيون العالم بنتفلك شعرك. ما
تعرفي آسية، فكرت بالموضوع، ما رح روح معكم. ليش غيرتي رأيك؟ لتكون حماتي قالت لي. لا ما قالت شي، بس فكرت بالموضوع هيك أسلم. ايه ماشي، السوق ما بيهرب عادي، كل أسبوع بيفتح. الحياة بدون سنية أريح لراسكن، هيك أنت وطاهر بتقدروا تاخدوا راحتكن وتنبسطوا. هلأ فهمت عليكي يا بنت. آسية شبكي؟ آسية يلا روحي. نجيب لك شي يا روحي؟ منجيب لها خجل لوشها، غير الخجل مو لازمة. حماتي إذا منجيب 5 متر قماش أبيض أهم برأيي. إيه طبعاً لازم نجيب، لأنه بعد هالفضايح رح موت. هاي شغلة ما بدها 2 يحكوا فيها. طول عمره العاطل ما بيصر له شي، لو بيصر له كان عنا فرصة. مو مشكلة، رح جيب 5 متر قماش أبيض، ما بتعرفي؟ أنا عطول أملي بالله كبير. يلا نفس. أنتي هلأ اطلعي لعن طاهر. إيه؟ نفس؟ مننزل على السوق؟ ليش لننزل لهنيك؟ لنجيب 5 متر قماش أبيض لأمك. شو هالحكي؟ طاهر لشو عم تسأل؟ تنزل معي ولا ما بتنزل؟ أوه على مهلك، شو هاللهجة اللي عم تحكي فيها؟ أنت بتحكي هيك، شو فيها؟ ما فيها شي. بحكي لأنه أنا زلمت البيت. بدي أحكي. إيه ماشي. إيه طيب عادي لشوف. بدي إياك تخبريني هلأ شو اللي صاير معك. أمي ما؟ احكي لي. لا مو حلوة احكي، عيب، هيك بكون مثل الكناين اللي مو مناح. ايه ممكن تكوني. عم اسمع يلا احكي. ما قبلت تاخدني، قالت لي وطيتي راسنا وبدك تروحي تورجي فضيحتنا للناس. برأيي منروح ومنخلص من هالقصة بالمرة، علينا وعلينا. قومي رح نروح على السوق. ايه بس مو لحتى نخلص من حكي الناس علينا. لا لكان كل الناس لازم تشوف راس مرتي المرفوع. منيح يا خانو؟ أهلين وسهلين مصطفى. السلام عليكم عمي داود. وعليكم السلام. كيف طمني عنك؟ أنا منيح، أنت كيف وضعك؟ خير إن شاء الله. سؤالك تلميح كأنه. ما بعرف والله، قلت بعد ما طاهر جاب هديك المرأة على قصركم بتكون هلأ رح أطق من قهرك. يا خال هذا حكي نسوان، مو حلو بحقك إنه تحكي فيه. هالموضوع سكره، لا أنا سمعته منك ولا أنت قلته كمان. أنا بسكره بس شو مشان باقي العالم؟ ما تواخذني مصطفى، اللي بيحبك ما بيجاملك. كتر خيرك خال، بدنا نضل واقفين هون هيك ولا منعود؟ أكيد منعود، تفضل شرف ابني. نوران جيبينا شاي. يلا عمي. مصطفى عنا، أهلا وسهلا. أهلين فيك، كيفك؟ منيح وإنت؟ منيح نشكر الله، كمل شغل الله يقويك. تسلم، عوافي إن شاء الله. على قلبك أخي. تفضل شو القصة؟ رح أحكي بدون لف ودوران، أنا ما بحب النقو وأنت بتعرف. صحتين أخي مصطفى، أهلا وسهلا. الله يقويك يا أختي نوران. أحكي، عم اسمعك خير إن شاء الله. بدي بيع هاي الأرض.
كيف عيد عيد؟ ما فهمت. خال، الشغل تبعنا عم يتدهور. مو فيدات وجميل صاروا هلا ايد وحده علي؟ الشركه عم تفلس لانه سحبوا لي زبايني وما لقيت ولا طريقه. وابوك انحط بنفس الموقف وما كان عنده حل وما عمله. يا خال، ما بتعرفه لفيدات قديش واطي وعديم شرف. معناها كلمه المرحوم ابوك ما عاد لها قيمه عندك. خالي، مو ناقصني الله يخليك. لا تزودها وتقول هالكلام، والله ما بتحمل. شو بدك قول؟ باب رزق عم ناكل منه طول هالسنين، عم اتعب وادفع دم قلبي وجاي تاخده مني؟ يعني قوم ارصلك مثلا لانه روحتوا حالكم وروحتونا كرمال واحدة غريبة. خبرني وقت يصير لازم نمشي من هون. قلت لك من قبل حامسك ايدك وافتل فيكي بالضيعه. طاهر بيوفي بوعده. شفتي كلمات عيله كاليلي الصغيره؟ عندها صبي كمان، ما ضل حيا. يو شو الها شغل هون؟ يعني بالشوم بس اصلا سنيه، كيف سمحوا لك تنزل على بعض؟ يلا لشوف نقي. شو بدي نقي؟ أنا شو بيعرفني؟ تفاح، مشمش، موز، أي شيء. ما بيكفي منزلتيني على السوق معك؟ خير إن شاء الله. الرجال عندكم ما بينزلوا على السوق؟ الواقف قدامك هاي تاني مرة بينزل، وأنت كنت السبب بالنزلتين. شو بتقربي؟ ما فهمت عليك. قلتي لي إنك مانك مرته، لكان شو بتقربي؟ أنت ما دخلك فيني. أنت صاحبته؟ اصحك تغلط بالحكي. طاهر شباك، نحن بالسوق. وقتها كنت متوحش، مسكتني من ايدي وجريتني وراك. لانه وقتها كان جاي على بالي صرخ باعلى صوتي ما انا مرته. برأيي ناخد تفاح. رح أعمل فيهم كيكة تفاح بيحبوا هيت. أنتي؟ لا برأيي بلاها، شو بدك بهالعذاب؟ بكفي تنقيهم، آسية بتعمل الكيك. هلأ هي؟ حطي هي. لا ما عجبتني أبداً. هي مو منيحة، مستوية زيادة، ما لها طيبة. طاهر ما طالعة من الكيس. والله ما بتعرف تنقي تفاحة. ولك هي مطلوبة مو شايفة. شيلي هي وحطي هي. طاهر شبك ما طالعون عيب. مو عيب. طاهر مو منيحة، مستحيل هي. لا انت ليش ما بتريح حالك؟ تركان، بحياتي وبعمري كله ما شفت أوقح من هدول الناس. جايب المطلقة وعم يفتل فيها بين الناس بدون حياة. قبل مرة كانت بحضن غيره، بقى ما وقفت على مشوار السوق. ايه؟ خلصوني امشوا، رح نجيب أغراضنا ونطلع، ما ضل في بركة بالسوق. أختي شبه، خلينا نروح. يلا. سنية، ما عاد اهتميتوا لحكي الناس ابدا. والله برافو، جايبه معك العروس ما هيك؟ لهالدرجه ما عاد فرقت معكم؟ انت شو عم تقولي يا وش البوم؟ بالله طاهر والمطلقه عليكم هنيك، على اساس ما شفتيهم. ولك دخيل الله قديش وصلتي رجال. الله يحميكن من العيون، نازل مع نفس عالسوق قدام العالم.
لك انتو ما في عندكم شغلة غير الحكي؟ يجيب مرته ولا ما يجيب؟ انتو خليكم بشغلكم. يلا يلا يلا، هاتي الكياس. تفضلي. الله يصبرني. تجوزت ما؟ تجوزت. عن إذنكم يا جماعة، هذا تفاح مو؟ خديها من هون مرجانة. امشي خلص، لما ترجع من الشغل جيب خبز وكترهم. مرجانة لا تخبصي روحي. حماتي، منيح اللي ما اشترينا تفاح انا وياكي. طاهر ونفس اخذيني كتير. شفتون شفتون، يسلموا ايديكم. شو عم بيصير هون؟ والله كان في وحدة عم تولد هون، ولهيك تجمعنا تركان خانم. خير شو في؟ في مشكلة؟ والله نحن ما عنا مشكلة بنوب. أصل المشاكل من عندكن يا آسية. نحن ما عنا مشاكل بنوب، واللي إله مشكلة معنا يجي يواجهني طبعا إذا كان رجال. يلا نفس مرت أخي، إذا خلصتوا امشوا. يلا. إيه خلصنا جايين. شو هالمسخرة هي؟ ما كفاكن جبتوا وحدة مطلعة كني، لسه جايبين على السوق لتكملوا فضيحتكن قدام الناس؟ الولد ولدي، وهي كنتي بتكون، وأنا اللي رح أتبهدل. أنتوا شو لكم شغل بحياتنا؟ أنا ما عم بفهم. امشي آسية. إن شاء الله تكوني فهمتي بقى، والله يجبر مصيبتكم. مظبوط كلام أمك، ما كان لازم إجي. ليك اطلعي فيني، ما سمعتي اطلعي فيني. نفس، نحن ما غلطنا، هدول الناس لازم يتعودوا. بس مرجانة حرام، وضع بيزعل كتير. متضايقة؟ بعرف متضايقة. حرقنا قلبها للمخلوقة. ولي كعب رجلي دابت. يلا افتح الباب، استعجلي فوتي نفس. آسية شبكي؟ يلا خلصيني، هلا بتجي حماتي وبتقعد محلك. ييه، شكله لسه في شغلات كتيرة بدي اعلمك ياهم. فهمني، وين كان عقلك لما جبتها واجيت على السوق طاهر؟ اجينا انا ومرتي لحتى نتسوق، شو ممنوع؟ ما تطلعي فيني، اطلعي. سنية خانم هلا عملت شي كتير منيح، دافعت عنكم دفاع مو طبيعي. والله عملت لهم بهدلة ما رح ينسوها بكل حياتهم. معقولة؟ يعني شو بدي ساوي؟ طبعاً بدي حط ملح على جرحي. شو بخلي هيك عالم يشمتوا فينا؟ أنا ببلع السم وبقول للعالم هذا عسل. أمي أنت بس اللي اعتبرتي سم. استني لوين؟ لك طاهر، اركض جيب المجنونة. يلا اركض. مرجانة، ممكن نحكي؟ أختي ما عندها شي لتحكي معك بنوب. نظر، اسمحي لنا. مرجانة، طاهر ما عم يجيب خبز،
وقت عم يرجع من شغله. زواجنا محاولة لأخذ ابني وما أخسره. بيني وبينه ما في من الأمور اللي تخيلتيها. ما تزعلي لو سمحتي. لما تخيلت هالشي كنت بعرف إنه ما بيحبني ابنه. يعني مو هاد سبب وجهي. لكن شو السبب؟ إنك تكوني مخنوقة مع الوجه لأنه ما فيكي تعبري عن وجهك. أنتي ما بتعرفي هالإحساس. عبرتي عن وجهك لأنه أنتي وحدة قوية. بعرف لهيك في جزء مني بيكرهك لأنه طاهر فضل البنت القوية، بس بنفس الوقت أنا معجبة فيكي كتير. الدكتور طلب مني أحكي وما أتعذب، ولهيك منشان ما ضل عم أتعذب حرقت جهازي كله. أي ما قصرتي وأكل الضرب. لشو الضرب؟ أنا ما بعرف. فيني ساعدك بشي؟ في شي بينعمل ممكن يريحي؟ ما في شي بينعمل أبدا. مستحيل ارتاح. والله بتكفي الشغلات اللي عم تأذينا بلا ما نأذي روحنا نحنا كمان. لو سمحتي ما تأذي حالك بقى. اوعك ترجعي تجربي تنتحري. مستحيل. ما بعملها مرة تانية. بهالدنيا عم شوف عذاب بكفي. ما بدي بالآخرة كمان اتعذب. رح وقف مؤمنة قدام ربنا. ليكي بكرة جلسة المحكمة، بس بعد بكرة منروح الدكتور مع بعضنا. أنا صار لازم روح لعنده. بس بلا ما طاهر ياخدنا. يعني أكيد مو حلوة ياخدنا مع بعض. غريبة يعني. أوكي موافقة، منروح لحالنا. اتفقنا. ييه حبيت أحكي مع مرجانة لوحدنا. شفتكن. أنا ما كنت برتاح لو ما حكينا. إن شاء الله ارتحتي. طمنيني. إيه ارتحت. إلا كان يلا أمشي لأشوف. شو قالت لك؟ وليش بكيتي؟ نظري يلا امشي. اصلا الحق علي مو عليك، لانه خليتك تحكي مع هيك وحده. عصبت مني؟ وعم تسالي نفس؟ افترضي حدا عمل لك شيء. ماشي فهمنا. ما بدي طول بهالتعصيبه. ممكن هالمره ما طول، مو مبين معي. اطلعي يلا. اطلعي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد لأعود جنبك. ضايق خلقك ما؟ أسيه حكت لي اللي صار معكم بالسوق اليوم. أنت جاي تقلي إنك نبهتني. شو بتفرق إذا قلت؟ والله ما بتفرق بشي يا معلم. أي يعني بالمختصر المفيد يا شباب، الناس اليوم بالسوق ما لون سيرة غير سيرة العشاء. يا مرت أخي، كلها يومين ثلاثة وبيتعودوا على هالقصة. إلكن وبعدين ما قصرتوا بنزلة السوق، خليهم ينصدموا دفعة واحدة. ايه بس فهمني انت ليش معصب كل هالقد؟ ما بعرف، لانه تحمست. ايه بس بنزلتكن هي قطعتوا مرحلة منيحة. يا عيني عليك. وينه طاهر؟ برا بالجنينة. يا ويلي مسكين، مالا يومين متجوز، لحق يشرد ويقعد لحاله بالجنينة، بكير عليه. صار وقت الشيكات، جميل الواطي خطف الزباين، مو قدران توفي الدين ولهيك انت بهي الحالة. انت لازم تعرف باقي التفاصيل كمان. عم يبيع بتخفيض 60%، تصور هالواطية أكل الشغل. ايه إذا انت بدك بروح وبداهم مخازن السلاح تبعه وبجيب فرق التخفيض اللي عمله. ايه والله منيحة هالفكرة. قلي شو لازم نعمل؟ اليوم رحت لعند الخال داود. ليش؟ رحت لقله بدي بيع الأرض. لا ما بتعملها أبداً أخي، مثل ما بتعرف أبي وعد الخال داود بأنه ما حدا بيطالعه منا. صح. لك ما فينا نبيع هنيك. طاهر، عندك فكرة أحسن من بيع الأرض غير مداهمة مخازن سلاح؟ طاهر اسمع أخي، مالي عم قول إنه اللي صار أنت سببه لأنك حبيت نفس بجنون بنوب. أنا ما عم قول هالشي. اللي صار صار ومش الحال. ما تراجعت عن اللي براسك ووصلنا لهون. الحكي ما عاد ينفع، بس في شي بدي أطلبه منك على فيدات وجميل. ما بتقرب، لا تحرق قلبي عليك، الله يوفقك.
حبيب قلبي كيفك؟ أنا منيح بس صار الغربة مو منيحة. ليش براك عندكن؟ عنا إيه، أبي حابسها وعم يأذيها كمان، عمل فيها مثل ما كان يعمل بماما، رابطها وحابسها بالأوضة. طيب يا ابني ما تخاف يا سبعي، بس أنت فيك هلأ تقلي هو وين وبأي غرفة حابس طير الغربة بالضبط؟ لك شوفي، أول شي بدك تطلع على الدرج، بتروح على اليمين وبتلاقيها بآخر أوضة. طيب حبيبي ما تخبر أبوك بشي. لك طاهر، من شوي كنت عم قلك لسه فيدات وجميل ما تقرب عليهم، ما بتفهم؟ طيب يت أنا بحلة، ما تخاف أنت. اتفقنا، مشتاق لك عم طاهر وبحبك كتير. لك تقبر قلبه لعمك طاهر يا عمري أنت. يلا سكر التليفون وخبيه ماشي. طاهر مصطفى، أنا ما رح شوفه وبوعدك كمان ما خلي فيدات يشوفني، ولهيك ما تلحقني بنوب. ييت ييت ابني، شو عم تعمل هون؟ طلع يلا ما تقعد على الأرض، قوم يا روحي. أبي أنا عم قلك طلع. ييت لك روح واتركني بقى، أنا بعرف نام لوحدي. ايه تمام رح أروح معناها، بس ما بضل قاعد على الأرض كتير، الأرض باردة هلأ بتاخد برد وبتمرض. يلا قوم حبيبي، اطلع على تختك. Dalgalar alır.